عجب عرفت النجف ما بيه شغل. ما بيه شغل النجف. إيه؟ ليش ما بيه شغل؟ ما بيه شغل بعد العشرة ما تطلعها بالنجف. شنو السبب اللي النجف ما بيه شغل؟ ما بيه، وكانت مكاناتنا جو المجسرات مال سوية العشرين يوم قلاج مال الداخل. ايه؟ قاموا قوموننا منك حاربونا أخذوها العتبة. زين. إيه؟ زين من أخذوها العتبة ما وفروا بديل؟ لا ما وفروا بديل. هيك خلاكم تطاشرون؟ ايه تطاشرون. والدول صادفتها مات المظاهرات وكورونا، في الوضعية تعبت يعني فر الدول. زين. هنا عائلتك لو وحدك؟ لا وحدة عزابان. عزابي؟ ايه عزابان واخوته ولد عمي. وعائلتك؟ بالنجف. وليش قاعد تروح لهم؟ والله مثل ما تقول انا كل ست شهور، كل شهر، كل اسبوع، كل سنة، يعني ما شو وقت ما يطلب انا اروح. شلون الشغل هنا؟ نعمة من الله، عامل اشتغل انا بيوميتي. هاي شنو هاي؟ بوباية. شنو هاي الفاكهة؟ يعني فاكهة لبنانية. طعمها؟ طعمها طعم البطيخ اطيب. اطيب؟ ايه. اللي هي هاي مو؟ ايه. بس هاي منتهية مو؟ لا هي هيك، بيها قوية وبيها لاحقة. وياها الأفضل اللاحقة؟ اللاحقة تصير حلوة والقوية تصير بيها حموضة. تصير بيها حموضة، بش كيلو مالك هاي؟ الكيلو بثلاثة ب2000. زين. بوتيتا حلوة. بوتيتا حلوة؟ هي مصرية. زين شنو الفرق؟ يعني شنو الحلال بيها؟ هي حلوة يعني بس شوي مصر، لا مرق لا قلي. شلون؟ شوي بس. اه بس شوي؟ ايه. ما تتقلى؟ لا. ابد؟ ابد. واذا تقلت؟ متى ما بيها طعم الصيف. ها شنو؟ تروح تشوي بوتيتا؟ هاي بش كيلو مالتها؟ كيلو بخمسة. بيش؟ خمسة. عمي ايش فيها البوتيتا مالتنا؟ ايه. كيلو بألف، والله تقبل. والله طيب من عندها؟ والله. اخو بوتيتا ب 5000 كيلو راح اشويها ماري. لا عاد ليش؟ لما تشتغل من الصبح لليل غير ما تاخذ. اخو بوتيتا ب 5000؟ لا عاد ليش؟ ايش فيها بوتيتا؟ مو بوتيتا مالتنا تخبل. ايش إيه قال لي هاي شوي؟ واظل اشوي اني؟ ايه. واشوف فحم؟ هاي صارت ابطال؟ لا 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 بالفرن. نو بالفرن؟ ايه. جيب المره اللي لها خلق. اه. الله. شكرا لك. بعد روحك. حياك الله. هلا بالحبيب، حياك الله. هاي مشاهدينا الكرام.